الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة ورافض لاستمرار التصعيد الجاري بقطاع غزة. معضلة في مجلس الأمن الدولي الذي ينظر اليوم مشروعي قرارين بشأن غزة، الأول جزائري تهدد واشنطن بوأده والآخر أمريكي يطالب بهدنة مؤقتة. محكمة العدل الدولية تواصل اليوم جلسات الاستماع بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. التفاصيل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. تتواصل لليوم الثاني فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب خلال افتتاح المؤتمر الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها تجاه تفاقم التغير المناخي وتوفير التمويل الذي تعهدت به في مؤتمر باريس للمناخ. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، حيث تمتد فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 من فبراير الجاري تحت شعار تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، وذلك بمشاركة 120 دولة. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الرئيس السيسي أن مصر تبرز كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة تماشيا مع رؤية مصر 2030 والتوسع في البنية التحتية وتنمية مشروعات كبرى لمنخفضة الكربون، بالإضافة إلى الشراكات التي تربطها بشركاء التنمية والجهات التمويلية إقليميا وعالميا. انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحدة، او نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال. طيب تصوروا ان احنا في مصر ايضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الاساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات ايضا اقدر اقول بمنتهى التواضع ان احنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس احنا انفقنا اموال ضخمة جدا. واشار الرئيس السيسي الى ان مصر من اوائل الدول التي التزمت بتعهداتها منذ عام 2015 بالتحول الى استخدامات الطاقة النظيفة على الرغم من الاعباء التمويلية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة. النهاردة المفروض ان الدولة المصرية لها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل. انا مش بشتكي يعني، لكن اقصد اقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه. اذا كان في تعهدات احنا كدولة مصرية حرصت على انها تنفذها، التعهدات دي الالتزام بيها كان اموال ضخمة تم ضخها عشان نقول واحنا قاعدين معاكم دلوقتي احنا فعلا 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز ونص مليون عربية او اكتر بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصة تمويل اكتر هنعمل اكتر من كده. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اشار الى ان النسخة السابعة من المعرض تعقد في خضم سلسلة من التحديات العالمية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات والتحول الطاقي. السنة دي احنا كانت اول سنة نحول المؤتمر من مؤتمر متخصص في البترول الى مؤتمر يشمل الطاقة، وده طبعا مع التوجه في العالمي والدولة في الانتقال الطاقي، وبالتالي يشمل كل العناصر من خفض الانبعاثات، التحول الى الطاقات الجديدة،
الهيدروجين الأخضر وهيدروجين منخفض الكربون، تخفيض الانبعاثات، كل العناصر اللي مطلوبة مننا لانتقال الطاقة. وبالتالي يشمل عناصر جديدة من الشركات والأنشطة المختلفة سواء في المعرض أو في الحلقات النقاشية التي تتم في أثناء المؤتمر. ويسعى المؤتمر إلى مناقشة سياسات واستراتيجيات بناء شراكات ممتدة لتحقيق صناعة طاقة فعالة من أجل المستقبل في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. نحن نبعث إشارات ورسائل من أجل استقرار السوق واستقرار الأسواق. إن التوقعات الخاصة بالأوبك تشارك مشاركة كبيرة جدا في تقليل عامل القلق، وهذا ما يحتاج المستثمرين. عندما يريد المستثمرين استثمار ملايين الدولارات يحتاجون إلى الوضوح، يحتاجون إلى الشفافية، يحتاجون إلى الاستقرار في الأسواق. لذلك ونحن نقوم بعملية التحول، يجب أن نتسم بهذه النقاط. نحن لدينا ازدياد في جمهورية مصر العربية على الطاقة، فأعتقد أن هذا التحول لابد أن يتم سريعا وبأقل تكلفة. نحن نرى أن هناك فرصة عظيمة في مصر وقدرات عظيمة جدا في مصر، لهذا نحن نتمسك جيدا بهذه الشراكة مع جمهورية مصر العربية كاتحاد أوروبي ومع القطاع الخاص أيضا في مجال قطاع الغاز الطبيعي. نحن أدركنا أهمية هذه الشراكات في الغاز الطبيعي. نتحدث بشأن التمويل والتوافق مع الدول التي نقدم لها الدعم والترابط فيما بين التغير المناخي وأيضا التنمية. بالطبع إذا تخلينا عن أحد منهما لن نحقق نجاحات. أعتقد أن يجب أن ندرك هذا جيدا، وأن نحن في مصر قد قمنا بإجراء دراسة مع السلطات المصرية من أجل تحقيق مسارات متوازنة في القطاع الاقتصادي وتحقيق التحول الطاقي. ويشارك في المؤتمر والمعرض نحو 35 ألف مشارك، وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية، كما يضم المعرض المقام على مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لاثنتي عشرة دولة، تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات والعراق، وكذلك رومانيا التي تشارك للمرة الأولى. لهذا فإن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة أصبح منصة هامة تجمع المنظمات الإقليمية والدولية وكبريات الشركات العالمية وصناع القرار لصياغة ورسم خارطة طريق لصناعات البترول والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة وسط تحديات جيوسياسية وأمنية غير مسبوقة. من مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، على رشوان أني للأخبار. ثمن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة ورافض لاستمرار التصعيد الجاري بقطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي. كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، وكذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا المساعي المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة. توجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين والمقرر عقده يومي الأربعاء والخميس. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن المشاركة المصرية تأتي تلبية للدعوة التي وجهتها الرئاسة البرازيلية للمجموعة مصر للمشاركة في اجتماعاتها خلال العام الجاري، وهي تعد المشاركة الرابعة لمصر، حيث سبق لها المشاركة لثلاث مرات كضيف على المجموعة. ومن المقرر أن يتحدث شكري خلال جلسة عمل حول دور مجموعة العشرين في التعامل مع الأزمات الدولية، وجلسة أخرى حول إصلاح الحوكمة العالمية. كما سيعقد وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء والدول المدعوة للمشاركة في هذه الاجتماعات. ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم في مشروعي متوازيين لقرارين قدمتهما كل من واشنطن والجزائر بشأن الحرب في غزة. ينص المشروع الذي تقدمت به الجزائر قبل 4 أيام على إصدار قرار غير قابل للتعديل يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وعلى التوازي اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة قرار بديل ينص على دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت. كانت واشنطن قد هددت قبل يومين باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري أو أي قرار يدعو لوقف مطلق لإطلاق النار في القطاع، بزعم أن أي قرار دولي من شأنه أن يعرقل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن 26 دولة عضوة في الاتحاد من أصل 27 دولة طلبت بهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة. وقال بوريل عقب اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين إن هذا الطلب الذي رفضته المجر يعني وقفا للمعارك يمهد لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف أن 26 دولة قلقة جدا لاحتمال شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع في غزة كارثي.
تواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع حول التبعات القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تشارك الجزائر في جلسات اليوم من خلال فريق قانوني بعرض شفهي. كانت محكمة العدل الدولية قد بدأت أمس الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن. هذا وقد نشرت محكمة العدل الدولية بيانا يعود ليونيو الماضي تحذر فيه إسرائيل من أن أي رأي استشاري تصدره المحكمة بشأن الأراضي الفلسطينية سيكون مضرا لأي حل يتم التفاوض عليه للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن بلاده قدمت كل الدلائل والحقائق القانونية التي تؤكد أن النظام الاستعماري غير قانوني وضرورة لإنهاء ذلك الاحتلال دون قيد أو شرط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوفد فلسطيني بالأمس عقب أولى جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لقد قدمت دولة فلسطين اليوم أمام قضاة المحكمة والعالم كل الدلائل والحقائق القانونية بأن هذا النظام الاستعماري برمته غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا ودون قيد أو شرط. ونحن على قناعة بأن المحكمة لن تحيد عن السوابق والممارسات السابقة القانونية ومخرجاتها السابقة، وستعتمد على حججنا القانونية الشاملة والمقنعة، وسنشهد وإياكم مخرجات تاريخية. إن ما قدمناه يعالج كل جوانب القضية الفلسطينية وأبعادها القانونية والانتهاكات المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وجرائم الاحتلال طويلة الأمد باعتباره جذر المشاكل الكافة بما فيها حرمان شعبنا من حقوقه وتعميق الضم والاستيطان وجرائم المستوطنين ومحاولات تغيير واقع ومكانة مدينة القدس وترسيخ منظومة الأبرتايد التي يجب تفكيكها. إن مستقبل ووجود الشعب الفلسطيني على المحك وهو يعاني من حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتي يتم تنفيذها بقوة وبقساوة وقسوة صادمة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، ويجب ألا يسمح لإسرائيل بمواصلة احتلالها وخططها غير المشروعة لإنهاء الوجود الفلسطيني. في تصريحات خاصة للنيل للأخبار أكدت السفيرة نميرة نجمة خبيرة القانون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي أن مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي استعرضت الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني. المرافعات القانونية استندت في دفاعها على أسس ثابتة في القانون، الاستيطان والمشروع الاستيطاني والتوسع في المستوطنات في أراضي محتلة ضد القانون الدولي، استغلال أراضي الغير واستحواذ عليها بالقوة ضد القانون الدولي، التفرقة العنصرية ضد القانون الدولي، المحاولة في إصدار قوانين مدنية تطبق أو عسكرية تطبق على مدنيين في أراضي محتلة، هذا ضد القانون الدولي. حرمان شعب من حق تقرير مصيره ضد القانون. استشهد وأصيب العشرات جراء قصف قوات الاحتلال لعدة مناطق بقطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 29 ألف شهيد و 69 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. لا يزال قطاع غزة يدفع ثمن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. وفي هذا السياق أعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد وإصابة عدد من المواطنين باستهداف منزل سكني مأهول غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء بالقطاع ليتجاوز 29 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، أما عدد الإصابات فاقترب من 70 ألف شخص. وشهدت مناطق شمال شرق قطاع غزة سلسلة غارات وأحزمة نارية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية،
أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع أضرار مادية وحالة من الرعب إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس. وفي وقت سابق أصيب 10 أشخاص على الأقل برصاص الاحتلال على الطريق الساحلي في الشيخ عجلين أثناء انتظارهم لقافلة مساعدات، وقد جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي. وفي شمالي قطاع غزة تعرض محيط المستشفى الأندنوسي في بيت لهيا لعدة قذائف من قبل مدفعية الاحتلال. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة والأمم المتحدة أنه تم إجلاء 14 مريضا من مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع الذي دهمته القوات الإسرائيلية وحولته لثكنة عسكرية. وزارة الصحة في غزة أشارت أيضا إلى أن المرضى الذين تم إجلاؤهم ومن بينهم 5 أشخاص يحتاجون إلى غسيل الكلى و3 من حالات العناية المركزة تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في جنوب غزة بفضل ما وصفته بجهود منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم ذكر في بيان أنه لا يزال هناك أكثر من 180 مريضا و15 طبيبا وممرضا داخل مستشفى ناصر، مضيفا أن المستشفى لا يزال يعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية والأكسجين، كما لا توجد مياه صالحة للشرب ولا كهرباء باستثناء مولد احتياطي يشغل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي يفاقم من معاناة المرضى. أعلنت مصادر لبنانية إصابة 14 شخصا في غارتين إسرائيليتين على بلدة الغازية الساحلية في جنوب لبنان. بين الفعل ورد الفعل ما زالت المناوشات المتقطعة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني تتواصل وسط مخاوف من دخول الجانبين في حرب شاملة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن مقاتلته قصفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله، كما استهدفت الطائرات الحربية بنى التحتية للحزب في بلدتي ميس الجبل والعديسة الحدوديتين. وأفادت إسرائيل بأن ضرباتها جاءت ردا على اختراق طائرة موجهة المجال الجوي لشمال إسرائيل وسط مؤشرات رجحت انطلاق المسيرة من الأراضي اللبنانية عبر مواقع حزب الله. في الجانب اللبناني أكدت مصادر رسمية إصابة 14 شخصا في غارتين إسرائيلتين على بلدة الغازية الساحلية جنوبي لبنان، كما أفاد مصدر أمني لبناني بأن إحدى الغارتين استهدفت ورشة للحديد في منطقة صناعية ببلدة واقعة جنوب مدينة صيدا التي تبعد ما يقرب من 30 كيلومترا فقط من شمالي إسرائيل. تأتي الغارات الإسرائيلية وسط تصعيد كبير يشهده ميدان القتال في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل منذ الأربعاء الماضي إثر مقتل جندية إسرائيلية في مدينة صفد بصاروخ أطلق من جنوب لبنان. وردا على هذا الحادث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدة بلدات جنوبي لبنان أسفرت عن مقتل 15 شخصا بينهم 10 مدنيين على الأقل. وهدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بقصف مدينة إيلات بترسانة صواريخ الحزب. سجل مؤشر ضحايا القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر مقتل 269 شخصا في لبنان بينهم 188 عنصرا من حزب الله. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 جنود إضافة إلى 6 مدنيين. يعقد وزراء النقل في دول مجموعة السبعة اليوم مؤتمرا عبر الإنترنت لبحث أزمة الهجمات في البحر الأحمر وتأثيرها على حرقة الملاحة البحرية. يأتي هذا بينما أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر تحت اسم سبيدز ردا على هجمات الحوثيين. ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة ورافض لاستمرار التصعيد الجاري بقطاع غزة. معضلة في مجلس الأمن الدولي الذي ينظر اليوم مشروعي قرارين بشأن غزة، الأول جزائري تهدد واشنطن بوأده والآخر أمريكي يطالب بهدنة مؤقتة.
محكمة العدل الدولية تواصل اليوم جلسات الاستماع بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. تقبلوا تحياتي، نهاية أخبار العاشرة صباحا.